السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى فيديو جديد. هذا الأخ وابنه اليوم طلعوا بفيديو، يعني قد كان من قبل طلعوا بعد الفيديو، ولكن اليوم طلعوا بفيديو شبه اعتذار يعني تقريبا. نشاهد الفيديو. سلام الله عليكم يا دار الحدود، أنا أحب المطر تفتل وحالة ودمعة باردة على الجميع. رسالتي إلى كل وحب تبين لهم، ما عاد استخدم ضدها من كلام الناس كلهم اللي يقولوا، والله العظيم ما وقص. ويا شباب، الفيديو تقريبا يعني كتب المغتربين والمغتربات، وهو كان هو اللي انتقها يعني بشكل معروف. فاذا تشتوا هذا الفيديو اللي كان من قبل قد طرحه واستفز بعض المغتربين، ولكن اليوم طرح هذا الفيديو. نشاهد الفيديو الاول السابق. رسالتي لا كل معترب ومعتربة، اشتي الان فزعة يا اخواني، اعطوني في التعاليق في البث في يا حي، نزل الفيديو على المعتربين في السود في يا حي، اعتربوا سته اعتربوا سته، لا تذنونا. هذا المعترف معروف. مثل ما شفتوا اليوم يعني فعل الحركه هذه حلوه وعجبها بعض الناس، وبرضه في تعليقات نشوف هنا يعني اكرم الحرازق، الافضل حل ان احنا نفرق له قيمه التاشيره ويدخل يعتربوا من جيزنا، اقصد اعتربوا من جيزنا، لا احد يقلبها. هنا مراد الجلال قال بعد ايش واحنا قد احنا بالشهر التاسع يا صغيري. ايضا في تعليق هنا نشاهده لعبد السلام سلام قال الاب جاي يشتي يعمل قلب بس طلعت حركه قدها واسعه، هكذا يا مغتربين من كثر الشقاء دري، يعني مركزين على كل شيء. حتى هنا كمال الهتار قال سجلوا سجلوا عشيبه يشتي يفعل قلب قلبها دائره، يعني يا فوله. ايضا التعليق الاخير او قبل الاخير قال خلاص قد حفظناها حفظ، حتى لو كتبتها كتابه بنقراها بلسانه وطريقته. هذا لمحمد مقبل الحميدي. وهنا محمد سالم يقول افضل حل نعالجه ونرتاح، لانه بصراحه تفشلنا. لا ما تفشلنا ولا شيء، واتوقع القرد لها علاج، يعني اذا كبر اتوقع تعدل اللسان، فلا نكون يعني متنمرين زياده. هذا ما حبيت ان اعرضه اليوم، الخبر الذي صادفته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.